ربنا يكرمك يا سيد يا ابني واشوفك زي مول صلاح. امين يا رب. امين. انا عامله دايت، انا عايزه اعمل دايت ابوس كده. امي تعملي دايت. ماما العفو. ايه يا شيمو ده؟ ده انت شكلك خسيتي خالص النهارده. كل ما تلاقيها ضاقت اعرف انك تخنت. قولي كلمالي قولي يا جمالي. انت دخلت هنا ليه؟ انا مش قلت لك ما تخشش. ايه يا جدعان في ايه؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ ليه ايه؟ دقتي السجق؟ أنا شايف إن فقدت السيطرة في تربية العيال دول شوية. إيه ده؟ هي دي العروسة؟ أنا بقيت مليونير يا بلد. فين الإنسانية؟ يا ابني فين الشهامة؟ فين المروءة؟ يا ابني الست اللي أنت عمال تقول فين فين دي مضيعة مليون جنيه. فين الفلوس؟ فكرة بمليون جنيه على MBC مصر. رمضان يجمعنا.